نعم أسماء، اليوم كانت جلسة استكمال للنقاش الذي حصل يوم أمس. أمس عرض الجانب اللبناني كل الخرائط التي لديه، والتي تؤكد بحسب الجانب اللبناني أن حدوده أبعد من ذلك، وأن الحدود البرية تبدأ من منطقة رأس الناقورة من آخر نقطة برية على الشاطئ اللبناني، وليس فقط 160 كيلومترا مربعا. ولبنان يستند بذلك إلى اتفاق ترسيم الحدود الذي كان أجري بين الانتداب الفرنسي للبنان عام 1923، وهذا الاتفاق الذي كان صدق في الأمم المتحدة، وعلى هذا يستند لبنان من أجل الاتفاق على ترسيم الحدود، وهذا هو كان محور النقاش. النقاش استمر ليومين، يوم أمس واليوم، حول هذه النقطة. النتيجة التي وصلوا إليها أو وصل إليها الجانبان لم تصلنا بعد، لأنه كان من المفترض أن يصدر الجيش اللبناني، والذي هو وحده المخول بالتصريح بما حصل خلال الجلسات، كان مفترض أن يصدر بيانا كما حصل في الجلسة السابقة، ولكن ذلك لم يحصل. تواصلنا مع قيادة الجيش التي أشارت مديرية التوجيه إلى أنه لن يصدر أي بيان، وتم الاتفاق على إبقاء هذه الجلسات سرية، لذلك لن يكون لنا هناك معلومات حول ما إن كانوا وصلوا إلى نتيجة أم لا، بانتظار طبعا أي تسريبات قد تحصل. ولكنها أيضا قيادة الجيش أصدرت بيانا منذ بعض الوقت أن كل التسريبات التي تناقش على وسائل الإعلام غير صحيحة، وأن الجيش وحده من يصدر بيانات حول هذا اللقاء. تم تحديد جلسة أخرى الشهر المقبل في 11 نوفمبر على أن تستأنف هذه المفاوضات والتوصل طبعا إلى نتيجة ما. هناك نية وإصرار لدى الطرفين بضرورة الإسراع فيها. طيب ما هو سبب التأجيل ناهد؟ ما هو سبب التأجيل خاصة أن الوتيرة يبدو أنها ساخنة، يعني هناك أخذ وعطى في قضية الخرائط أو حتى ترسيم الحدود؟ الجانبان أسماء قدما المستندات التي بحوزتهما، الخرائط كلها، وبالتالي طبعا كل يعني هذه المستندات التي قدمت طبعا ستدرس في الأمم المتحدة التي هي راعية لهذه الاجتماعات، لذلك قد يكون هذا الوقت لدراسة هذه المستندات والوصول إلى النتيجة. يعني كان يوم أمس قدم الجانب اللبناني المستندات التي لديه، الجانب الإسرائيلي أو الوفد الذي كان الإسرائيلي الذي كان حاضرا قدمها إلى قيادته من أجل دراستها وأن تناقش الردود اليوم، وبالتالي كل هذه المستندات سيدرسها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى نتيجة ما خلال الجلسة المقبلة. أيضا الجلسة الأولى كانت في 14 أكتوبر، حددت الجلسة هذه جلسة أمس بعد أسبوعين، وأيضا الآن بعد أسبوعين، يعني يبدو أن أسبوعين أن الأسبوعين هي مهلة دراسة أو التحضير لكل جلسة. كانت اليوم جلسة استمرت حوالي 3 ساعات، ومن بعدها تم الإعلان عن جلسة أخرى في 11 نوفمبر، على أن يكون هناك تحضيرات أخرى للجلسة المقبلة، ربما معطيات أو أوراق ومستندات أخرى ستقدم، ولكن يعني طبعا الهدف هو محدد وموحد لدى الطرفين، الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن، بغية البدء بالتنقيب عن الموارد النفطية، والتي هي كانت سببا في بدء هذه المفاوضات، كي تبدأ كل من لبنان وإسرائيل بالتنقيب عن مواردهما النفطية في مياههما، سعيا طبعا يعني الاستفادة من هذه الموارد.